السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي مطبخ سارة يوسف. نتمنىكم تكونوا بخير. اليوم غنوجدوا واحد الاكله الغداء ولا العشاء غير بالبطاطا والحليب والبيض. يعني نشوفوا هاد المواد شنو نقدروا نخرجوا منها. غنحتاجوا البطاطا، انتما تشوفوا يا اما جوج البطاطا كبار ولا ثلاثه البطاطا متوسطين كيف اللي عندي. اول حاجه غنجيبهم غنحكهم في الحكاكه الغليظه، هنا كمية البطاطا كتبقى على حسب عدد الأشخاص، يعني نقدروا نزيدو ولا نقصو. هنايا غنجيب دوك البطاطا ونحاول، هانتوما تشوفو واخا هكاك مفيهاش الما بزاف، نحاول نحيد ديك الما. نحيد الماء من هنا، نقدر نديرها على شي طرف ديال الثوب اللي يكون نقي، نخليها تتنشف. كاينه الطريقه دغيا دغيا نساليوها. كنسبق ليه وحضرت معكم اقراص البطاطس، حتى هما غير هكا حكينا البطاطا وقليناهم، حتى هي كتجي رائعه. وهذه هي الطريقه كتبقى صحيه لاننا ما غنقليوهمش. هانتوما تشوفوا الماء اللي تيخرج عندي هنا بشويه الزيت، ماشي بزاف. انا عندي اصلا المقله ما تلصقش، ولكن نتفادى اي مشكل. غنجيب البطاطا، انا اخذ غير نص الكميه، شوف شوفوا نص الكميه ديالها، نحاول نوزعها. انا المقله ديالي هنايا عندي 24 سنتيمتر، يعني على حساب المقله غتقدروا تزيدوا ولا تنقصوا البطاطا. نحاول نبسطها باش تجي طبقة واحدة. بالنسبة لهاد الطبقة كتبقى اختيارية، نقدر نشحر شوية الكفتة، نقدر نشحر شوية صدر ديال الدجاج ولا صدر ديال الديك الرومي ولا بيبي، يعني نقدر ندير غير الفرماج هنايا ولا ندير دانت فيمي حتى هو نقطعو قطع، يعني هنا كتبقى اختيارية. نقدر ندير الفرماج الشيدر ولا الموتزاريلا ولا الفرماج الاحمر العادي. انا هنايا اختاريت خلطت شويه ديال الفرماج، عندي هذا الفرماج هذا مخلط فيه الموتزاريلا فيه الشيدر، ودرت شويه ديال الكاشير حكيته. الوغ هنا خلطتهم، هو اللي غندير هاد الطبقه الثانيه. كيف ما قلت هنا راه تتبقى اختياريه، حتى هي نحاول نوزعها. ونجيب الطبقة الثانية للبطاطا، نحاول تاهي نوزعها. دابا غنجيب كاس ديال الحليب، غنجيب ثلاثة د البيضات، غنجيب هنا عندي جوج معالق ديال الدقيق الابيض،
وعندي خمارة قيمة معلقة صغيرة ديال البيكنج باودر، غنخلط. وعندي ملح وإبزار، إلا تعجبكم الهريسة تقدروا ديروها، أنا لا، باش ياكلوها الدراري متنديرش الهريسة. ونخلط هادشي جيدا، ونجيب المقلة ديالتي نصب عليها داك الخليط، غنغطيها ونديرها فوق النار، على نار تكون متوسطه، ما تكونش عاليه بزاف وما تكونش يعني زعما ما تكونش هابطه بزاف. نخليها واحد 15 دقيقه حتى تتبان ليا نشفات، وكنقلبها باش تحمر ليا من الجهه الاخرى، ونتلاقاو من بعد. ها هي الفطيره ديالتي، هنايا راه طابت ليا من تحت وقلبتها، وكنخليها حتى تنشف مزيان عاد باش نقلبها، باش ما يلصقش ليا داكشي في الطبسيل ولا ديك الحاجه اللي غنقلبها فيه. قلبتها ورجعتها تحمر من الجهه الاخرى، حنا نشوفوها كيفاش غتجي. كتجي بحال شي تحديه شي. ها هي كيفاش كتشوفوها، ها هي كيفاش جات، ها هي قدامكم، نتمناكم تجربوها، كتجي غزاله. نتوما شوفوا غير المنظر ديالها معاه، هنايا ملي قلبتها هبط ليا شويه ديال الفرماج، جات محمره وغزاله. نتمناكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي بطبيعه الحال الى عجباتكم القناه، وما تنساوش ديروا جيم للفيديو الى عجبكم بطبيعه الحال الفيديو. نتمنىكم تخليوا لي الوصفات اللي تنتظروا اننا نحطوهم ونتشاركوا معكم، ومرحبا بوصفاتكم باقتراحاتكم بارائكم وحتى انتقاداتكم البناءة. شكرا لكم بزاف لتشجيعاتكم، والى فيديو لاحق ان شاء الله.